ازيكم؟ عادة ما بصورش فلوجز لما بسافر، يعني التجربة دي ما جربتهاش كتير. عملت فلوجز في لبنان موجودة في القناة، ولكن تجربة المغرب كانت بالنسبة لي جديدة حبتين. طيب، اللي متابعني في قناتي التانية ارزع عارف ان انا موجود هنا لاسباب كروية بحت، لتغطية مباراة النهائي الافريقي ما بين الوداد وما بين الاهلي، الفلوج اللي اترمى في الزبالة. يا لهوي يا لهوي، الاهلي بيرد قبل الماتش. واللي عارفني قوي بقى هيبقى عارف ليه انا كمان لغيت الفلوج ورميته في الزبالة، لاني عاطفي جدا مع النادي الاهلي، لان كنت محبط بشكل كبير جدا. ولكن لما قبل ما اجي هنا كنت ببحث عن اي فلوج عن دولة المغرب، والحقيقة لقيت الفلوجز هنا في المغرب قليلة جدا، فقررت ان انا اعمل لكم حاجة جديدة زي ما وعدتكم. يمكن مش هصور لك فلوج معتاد عن السفرية كلها او اللي بيحصل في خلال الاربع خمس ايام اللي قعدتهم، ولكن هاخدكم في جولة سريعة النهاردة عن اسواق المغرب. اسواق المغرب اللي بهرتني انا شخصيا، شفت فيها كمية حاجات مبهرة، من جلود لشنط لزيوت لكل اللي انتوا عايزينه. فخلوني اخدكم جولة سريعة واوريكم الناس كانت بتتعامل معانا ازاي. بس قبل ده كله لازم اشكر الراعي للحلقات دي النهاردة، وهو شركة تريبتانزا اللي وفرت لنا السفرية الجامدة جدا دي، وقدرت انها تعمل لنا بروجرام كامل في كازابلانكا. وكمان عايز اشكر فاليو الابليكيشن اللي ممكن تقسط عليه اي حاجة انت عايزها من اول 6 شهور حتى 60 شهر. انا كمان قسطت الرحلة دي بتاعت تريبتانزا من خلال الابليكيشن ده، فانت كمان دلوقتي خش وقسط اللي انت عايزه. اما الان فخلونا في جولة سريعة نروح وسط البلد ونشوف ايه اللي بيحصل هناك. نورت المغرب يا اخي. وصلنا السوق المغربي. السوق المغربي ده يعني في كل حاجة بقى هتلاقوها، من جلاليب لكريمات لزيوت لحاجات سياحية لسوفينيريات، كل شيء هيكون موجود هنا في السوق المغربي ده. طيب، اللي كان بيسألني برضو على موقع المكان، موقع المكان هو اسمه السوق القديم في وسط البلد. تنزل عندك سوق حبوس، ده برضو سوق يعني شبيه باللي احنا فيه، ولكن ده اكبر بكتير، فيه يعني فرايتي اكتر بكتير، كل حاجة موجودة، والمكان قريب من وسط البلد، هتلاقيه موجود على طول. سوق كده تخش من البوابة هتلاقي نفسك في وسط هذه الكوكبة من المشتريات. سلام. وعليك السلام، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا مصراوي. ايه ده بقى؟ العلبة السرية دي. العلبة السرية؟ مفتاح مين يفتح؟ مين يفتح؟ قول لي مين يفتح؟ أنا طلعت المفتاح. ها؟ لازم يفتح المفتاح. إيه ده؟ دفع الورا. افتح. آه. علي بابا بوح. افتح. لو 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 جدع تفتحها بقى. لو جدع. لو جدع تفتحها. دي لعبة. حاول يا عم جوجو، ها؟ ايه تعرف ولا ايه؟ مفتاح ده شكله مالوش لازمه. لا لا، عنده لازمه. عنده لازمه؟ ده مستحيل يعني. شفت بقى؟ انا اوريك خزن وانت واخد لي عربيه في الاخر. ايه يا ابني التفاهه دي يا ابني؟ كيف هذه؟ ماشي ماشي نفسها. ها؟ دي بتمشي. بتمشي. اللي بتمشي بكام واللي واقفه بكام؟ لا فينيسيون. ده ايه ده بقى؟ موكاتور صويره، يعني هنا المغرب في الصويره. اوكي، معموله في المغرب. مش نفس الشيء. والله العظيم شغل عالي جدا. هات العربيه دي يلا جو. ولا نجيب الكوره؟ هات الكوره دي. خد كوره. حطها في الديكور.
ديكور ايه؟ افتح انا؟ يا جماعة شو اهو اوعى تهرب من هنا؟ من هنا ايه ده؟ كرم؟ كرم؟ تهربت ازاي بالخشب يا زكي؟ بص يا جماعة كمية المستحضرات غير طبيعية. ايه بقى ايه الزيوت اللي بيشتهروا بيها؟ الحاجات الكتيرة. بتعمل ايه يا نبيل؟ بتشتري زيوت؟ بجيب زيوت. ايه بقى ميزة الزيت ده؟ بيقول لك بيتشرب وبيتاكل ويتحط على الشعر والبشرة وكل حاجة. ده كل حاجة ومعجون سنان. وكام بقى؟ وكام بقى؟ ب 40 ده العرض الألماني ده. ممكن اسالك ايه اكتر حاجه بتطلب هنا مشهوره، يعني الحاجه اللي هي ما ينفعش اجي المغرب وما افوتش ان انا اجيبها؟ زيت الارجان. زيت الارجان كله اتفق عليه. اشمعنى بقى يعني زيت الارجان؟ بالنسبه لزيت الارجان كوزميتيك كيلاق بزاف ديال الحوايج منهم ديال التجميل ديال الوجه، التجميل ديال الشعر والمساج، كل حاجه. كل حاجه مفيد بزاف. الزيت ولا الصابون اهم؟ هذا جوج عندهم نفس الاهميه تقريبا. ولا جو لقيت لك علاجك اهو. بص 8 باكس في خلال 6 ايام. 3 يا ابني بس. 3 3 دايز صحيح. جبت الارجان ولا ايه انت؟ انا هجيب ال 8 باكس ده. هتجيبها تخلص؟ بس انا لقيتها. سيبك بقى من 6 باكس والحركات دي. انا لقيت لك صابونة الحمار. بيدعك نفسك. ده بيعمل ايه؟ استنى بس نقرا ده بيعمل ايه. بس واحده ده بيتحط على البشره فعلا. ايوه استنى، ما انا بقول لك انا عارف وانا بضحك عليك والله ما بهرج. اهو صابون حليب القتان، مش عايزين نقول حمار عشان هيبقى ويزيل التجاعيد بخلاصه بروتينات الحليب. هذا هو عبد الجواد المصري. ايوه ما انا عرفت انه مصري. عبد الجواد المصري. عبد الجواد المصري. شايفين يا جماعة السوق عامل ازاي هنا؟ حاجة فخمة يا عم نبيل. السوق هنا جميل جدا صراحة. في كل حاجة مغربي. كله مغربي. لقيت يا جماعة بقى عبد الجواد مصري اصيل جدا عنده محل هنا جميل جدا هيفرجنا عليه. فرجنا عبد الجواد بقى ايه الشغل المغربي بقى والجلاليب. قولنا على الاسعار تتراوح ما بين كام الاول الجلابية العادية عشان ما يضحكش عليا ان احنا مصريين مع بعض. في حاجات من 500 300 400 لغاية 1000 درهم. ده انا بقول عبد الجواد مصري مش هيضحك عليا. لا لا لا. ده انا جبت ب 150 امبارح. عند عبد الجواد الثمن ما بين 100 و 200. الله اكبر الله اكبر عبد الجواد. الفرق ما بين الكفتان والجلابية بقى ايه الفرق بين الكفتان والجلابية بقى؟ هي يا ابو زعبوط. اوكي هي الطربوش المغربي كده. يعني انا لو عايز اقول لحد عايز الام زعبوط اقول له جلابيه. ولو عايز من غير زعبوط اقول له كفتان. عرفت ولا ما عرفتش في ليلتك؟ عشان انت عمال تقول لي ابو زعبوط. بيقول لك انت بتستعبط ولا ايه؟ قفطان يعني من غير زعبوط. طب انا لو من غير زعبوط ومن نص كم دي مش بتحس ان انا شبه يونس شلبي شويه؟ يونس شلبي في مسرحيه العيال كبرت. دي جلابيه. طب والله حلوه. بكام دي بقى؟ فاكر قال لي الراجل اللي زعبوط اسمها ايه؟ جلابيه. ومن غير زعبوط افطار. يبقى دي ايه؟ زعبوط انا من غير. استنى يا عم. انت بتعمل ايه؟ بجيب ورقه يا جماعه. ايه ده بزاف شفت انا ماشي ازاي؟ انت بتنزل ايه يا اخي اخبارك انت ازاي نازل كده؟ انا مصري عادي. انت بتنزل عادي جدا بتخرج في المغرب كده؟ تعبيط قوي. اتفرج عليها بقى بالشقلوب يا حمار. اقسم بالله تعرونا. ما تعرناش بقى شقلوب جلابيه كده.
ايه ده؟ مش عارف يا عم، غريب جدا. احمد كمال يا جماعه وجمهور المغرب العظيم، ايه ده الشهره دي يا اخي؟ ايه يا اخي ده يا اخي؟ بتاع افلام بنتابع عليه. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. ايه احلى فيلم عمله ريفيو مثلا؟ والله السلام عليكم. ايه اكتر حاجه هنا بتتاخد بقى يعني الفيفوريت؟ مسجد الحسن الثاني، هذه فيها ده مسجد الحسن. ها ايوه، طنجة، رباط، كازابلانكا، مراكش، فيها كلهم. انا احب البابلز دول قوي. دي ولا دي ولا دي؟ نختار معاه. انا شايف دي عجباني. 10 درهم في برشلونه اهو، وفي مدريد. الهلاوي ايه ايه ايه، تعال 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 تعال. بتقول ايه؟ بتقول ايه يا جدع انت؟ احنا معانا 10 بطولات على فكره. تيشيرتات بقى يا جماعه، ايه اللي عايز يجيب تيشيرتات؟ اشرف حكيمي، ها، ناصر المزراوي. ناصر المزراوي مين اسمه؟ ايه كصبجي؟ ايه كصبجي؟ مين يا ابني كصبجي؟ مين يا كصبجي ده اللي بيجني صح؟ مش عارف. هنا منطقه الشنط بقى، هتلاقي بقى الجلود، وهتلاقي شبكه الجلد، وهتلاقي زي ما انتم شايفين ورايا كده كل الجلود بقى، ايه اللي بيتميزوا بيها ايضا المغاربه. مرحبا بكم في كلك ذوق المغرب. شايفين يا جماعه الضيافه الجميله، والكوره دايما الكوره برضو الكوره برضو الكوره. شعب جميل جدا والله العظيم. اشتروا يا جماعه من عند الراجل الجميل ده. بصوا الجواكت الجلد بقى والحاجات كلها اهي، زي المصريين كلهم جايين يشتروا من هنا خلاص. مرحبا بيهم. مرحبا بيهم. سوق عظيم، بلد جميله، سوق عظيم، كل حاجه حلوه فيها والله العظيم. ناس كرمه بطريقه، ما كناش متخيلين ان هو في نص المدينه كده تلاقي ايه كل هذه الاشياء الجباره. وبجد اصلا حلوه جدا. ادي بقى ايه، محلات طبعا، ايه جزم، كل البراندات طبعا اللي موجوده. طب ايه ده، انت اخد تشتري في كل حته؟ ايه ده انت فين؟ انا وراك بقى. بمشي في اي حته يا جماعه الاقي احمد كمال بيتكلم مع الجمهور المغربي، عنده شعبيه هنا جباره بتاع افلام. بصوا اوحش فيلم احمد كمال عمله من الحاجات اللي بتحبها. احمد كمال؟ ايه اكتر احمد كمال؟ يا جماعه عبد المجيد قرر ان هو يخسر النهارده ويدينا كلنا جلاليب ببلاش. ايه ده؟ امسك بس اهو. ايه ده؟ ايه ده يا عبد المجيد ده؟ امسك، هتدفع بس واحدة للثانية مني ليك. الله، ايه يا عم جيد الشغل ده؟ ده انت مش ممكن يا اخي والله. لا يا جماعة، عبد المجيد هنا في السوق القديم كل المصاري ويشتري من عنده. تعالوا خسروه. كده بقيت جون. ها؟ بقيت جون فعلا خالص. يا جماعة عايز اجيب طربوش بقى، هو مش المغاربة بيلبسوا طربيشات كده؟ ورينا. ايدي يا عبد الرحمن وشوت بدل تكمن شكونا ابن ادمن بيني اورتا يرندن تشاب. الواحد بقى يخرج كده على الجلابيه حاجه اخر الاجه. احنا لازم نجيب طربوش فعلا عشان دي حلقه رزق الجمهور الجايه، حلقه كده نحضر كده حلقه رزق الجمهور كده عليهم في اوروبا كده. اهلا بيكم يا رزق. كل البراندات بقى يا جماعه هنا اهو. حاج الجميل بيحلنا كام المحافظ دي بقى؟ 120 يعني حوالي 250 جنيه مصري او 220 جنيه مصري. حلوه جدا. كل الوانها دي. والشنط دي بتتراوح ما بين كام بقى السعر؟ يعني دي مثلا 300 جلده. 300؟ ياه، بصوا كميه يا جماعه يعني لا نهايه، ممكن تفضل داخل كده لحد ايه تاني يوم. ايه الاخبار؟ كله 100 100؟ برضه؟ مش هنخلص من موضوع الوداد ده يا جماعه. اهلاوي اهلاوي يا عم، اهلاوي ان شاء الله. ديما الوداد. هو الشعب هنا كله بيشجع الوداد؟ مفيش حد بيشجع الرجاء؟ ودادي هذا رجاوي. حاج حضرتك الحاج رجائي جدو كان ودادي وابيه كان ودادي. ما فرحتش معاهم؟ لا، شجع الوداد وبشجع رجائي. طب هسألك سؤال بجد، كنت بتشجع مين في بين الاهلي والوداد؟ بغض النظر عن الكوره، انتوا شعب جميل والله. انتم اهلا وسهلا بكم في بلدكم الجديده. السلام يا جماعه، والله كلك زوج عزيزه، انتم البلد الام والله. مرحبا واكبر مرحبا. احنا شفنا هنا كميه ترحيب يوم علينا ويوم عليك. صحيح صحيح. بص نادي الوداد البيضاوي. يا ابني كفايه شوبينج، يا ابني كفايه شوبينج. مراتك بتقول لك عملت شوبينج اكتر منها انت. ما جبتش حاجه اصلا. ما جبتش حاجه؟ جبت الجلابيه. جيب الشنطه دي يا بيه. حلوه بصراحه، حلوه. عامله كام دي؟ الراجل قال لنا 50.
ان شاء الله. خدها على 5. ايه ده؟ ده براندات. اه يا باشا شغل سبونسرز. بيقول لي ب 50. ايه؟ لا لا يا 100 كتير. 100 100 100 كتير. ده بص هجيبه منك. ايه هجيبه منك شوط قد كده؟ لا خدها ببلاش خلاص. قال لي شيشه من هنا يا ابني ناخد دي. هنجيب لك جمهور اهو. الجمهور جاي من هنا. مرحبا برضه. وريني يلا الجوكر هيخلص لك بكام على النضاره دي؟ يعني 5. والله ما تفرقش عن الاوريجينال يعني. تعمل احلى كمان يعني كيكه بتبعد الشمس. قول لي حلوه. الله. هل انتهت الرحله هنا؟ لا يعني عندك نوع اخر من الشوبينج ايضا موجود في المغرب. عندك مولين، مول مارينا مول ومول موروكو مول او مول المغرب اللي احنا واقفين فيه دلوقتي من بره. شايفين المنظر يا جماعه حواليا عامل ازاي؟ هنا ده بيقول ان هو اكبر مول في الشرق الاوسط كله. فتعالوا خدكم لفه سريعه ونشوف ايه اللي موجود جوه. ان ده بيقولوا من اكبر المولات في الشرق الاوسط او اكبر مول في الشرق في افريقيا مش عارف. موروكو مول. موروكو مول ده اللي اكبر حاجه المفروض احنا نلف كله في ساعه الا ربع. كله 5 دقايق. انت ايه اول حاجه بتدور عليها؟ انا عايز عايز تاكل. ها امال جايين مول ليه يا جدعان؟ جايين مول ليه يا نبيل؟ انا جاي زاره. مش اعلانات، مش بعمل اعلانات. لا يا باشا عادي يدفعوا. جاي لهدف معين. وانا جاي بجيب شيرت بيضه بصراحه. وانا برضه بيضه وسوده. ما هو ده الناس الشيك كده. احمد كمان انت بتختار السمكه من هنا. اه وكلها خلي الراجل بره يعملها لك. يا سلام. اه بس يعني. ايوه يا ابني اكبر مول يا ابني. النظافه بتتنقيها وبعد كده بتشويها او مقلي او اللي انت عايزه. هو الرجالي في دور والحريمي في دور. اه ده حوار غريب قوي عشان موجود في مصر مفيش اختلاط هنا. ايه ده غريبه قوي. رحله مدرسيه. اوعى العيال احمد كمان. اوعى العيال خلي فيه ذوق وادب. رحله. ايه ده؟ ايه الرحله دي يا جدعان؟ يا ابني انت هو انت بتقيس فين؟ واسعه ولا ضيقه؟ حلوه. لا واسعه. هي بتتلبس كده اوفر سايز. ايوه يا بني ادم. هو انت ايه موضوع ان مفيش قياسات جوه ده؟ الناس بتقلع وتغير هنا؟ ايوه بس ما لحقتش اصورك. يا جماعه الناس هنا بتقيس كل حاجتها يعني في بسبب الكورونا في المول. يقول لك قيس وانت بره يعني تقلع بلبوص في وسط المحل وتقوم قايس. بص كمان بيقيس اهو. كده المرحلة بقى ايه الفخمة. كل البراندز العالمية المول شكله. حتى بص ده فيندي، اكبر فيندي شفته في حياتي تقريبا. فلا يعني الارض حتى معمولة موكيت. شيء رائع. فالنهاردة بصراحة متشوق جدا ان اشوف ماكدونالدز المغرب اللي خصوصا عشان كده هاكل دي. انا هاكل دي. دي لديتها 10. انا قفلت خالص.